السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو، وهذه الحلقة سأشرح لك عملة الـ SUE التي تظهر معك على الشاشة. هذا هو سعرها، كيفية الحصول عليها مجانا بسرعة. وسننتقل إلى ايدروب الجديدة الخاص بباينانس اللي هو بخصوص الـ BSC. سوف أشرح لك كيفية الدخول إلى هذا الايدروب. تمام. فبالنسبة يعني ما ستحتاجه يعني كيف لكي تحصل على عملة SUE هي هذه الصفحة التي سأعطيها لك كذلك في صندوق الوصف. فأولا سنقوم نحن بالدخول إلى باينانس، سأقوم بالذهاب إلى مو سيرفيس، بعد ذلك سأختار هنا لين تو ان أو لين اند ان، فسأقوم بالدخول إليها. سيعطيني هنا على أنه يجب علي أن أقوم بقراءة والدراسة، وبعد ذلك سيقوم بإعطاء بعض الأسئلة والأجوبة. الأجوبة هي تظهر معك مع الأسئلة، لكن الإشكالية هنا هو أن ممكن أن سيعطيك السؤال الأول هو الثاني، ممكن السؤال الأخير هو الثالث، يعني الأسئلة غير متوازنة في الترتيب. تمام. ستضغط هنا على Start Learn حيث أنك تقوم بالقراءة، يعني تقرأ كل هذا، يعني لو أردت أن تقوم بقراءته نحن سنتخطى لأننا ليس هدفنا هو معرفة يعني أشياء حول هذه العملة. فهذه هي الأسئلة، لدي هنا الأسئلة التي تظهر معك. فمثلا هذا السؤال هذا اللي كيظهر معك على هذا الشكل، أوكي، اللي هو هذا، سأختار هنا Answer Program to block. تمام. سأختار هنا submit. عندما يعطيك إشارة خضراء فوق فعلى أنك أجبت إجابة صحيحة، لو أعطاك باللون الأحمر يعني أنك أجبت إجابة خاطئة. تمام. هنا سأضغط على next question بحيث أنه سيعطيني السؤال الثاني. بالنسبة لهذا السؤال هذا سأختار هنا تو، سأختار هنا next question، سأختار هنا الإجابة على جميع هذه الأسئلة حتى أقوم بإجابة عنها وبعدها نعود. تمام أخي، فكما تشاهد معي الآن قمت بالإجابة على 9 أسئلة، تبقى لي العاشر اللي هو هذا. لو أجبت على سؤال واحد ستعيد المرة من البداية، ستعيد يعني كل شيء من البداية، بمعنى لو أجبت سؤال واحد خاطئ ستعيد كل شيء من البداية. لهذا ركز جيدا على الأسئلة التي أضعها لك. هنا ستضغط هنا Submit ثم View Result بحيث أنني أشاهد النتائج التي حصلت عليها. هنا يقول لي على أن الكويز انتهى وعلى أنني قمت بإكماله، يعني يجب علي أن أنتظر 48 ساعة حتى أحصل على حتى أحصل على الربح الخاص بي اللي هو 1 توكن من هذه العملة. يعني أنك لن تحتاج إلى أن تضيع وقت كبير، فقط يعني دقيقة من وقتك من أجل الإجابة على كل هذه الأسئلة حتى تحصل على 1.65 من عملة الأسويك اللي تحدثت عنها. تمام. هذا جزء أول تحدثنا عليه وتحدثنا عن كيفية الحصول على هذه العملة. ننتقل إلى الجزء الثاني والذي هو حول كيفية الدخول إلى ايدروب اللي هو خاص بباينانس حول الـ BSC20. تمام أخي، بالنسبة لهذا الايدروب فهو يظهر معك على هذا الشكل اللي كتشوف معايا، يعني هنا هذه المعلومات الخاصة به. لن تجد يعني أي شرح عربي يتحدث على هذا الايدروب كيفية الدخول إليه، يعني هذا هو أول شرح عربي أتحدث به. على العموم يعني بالنسبة لهذا الايدروب يعني من 22 إلى 28 يعني هذه العملات اللي يجب عليك أن تقوم ب آسف إخواني. فللمعلومة كذلك إخواني على أن هذه العملات التي ستتحصل عليهم بالدخول إلى هذا الايدروب، فلديك هناك يعني الميزة المتواجدة في هذا الايدروب على أنه متوفر حتى 28 في الشهر القادم، تقريبا ما زال هناك شهر كامل حتى ينتهي هذا الايدروب، وهذا بالطبع بالتعاون مع هذه العملات المتواجدة هنا. هذه كل عملات تتعاون، يعني تقريبا 1 مليون دولار اللي تم تخصيصها من أجل هذا الايدروب، وهو مبلغ بالطبع كبير جدا. سأشرح لك كيفية العمل وكيفية الدخول إلى هذا الايدروب بالتفصيل، لهذا لن أتابع معك بكلامي، سأعطيك يعني فقط فيديو بشكل سأسرعه قليلا حتى لا يكون الفيديو طويل وحتى يكون يعني كل شيء موضح يعني لقطة بلقطة. سأعطيك فقط الخطوات في هذا الفيديو فتابع معي. Thank you.
Thank you.